هذا البرنامج برعاية أمير كلين. أمير كلين، متعة ونقاء. هذا البرنامج برعاية مارينارا. مارينارا، ذوق وحكاية. مشاهدينا السلام عليكم، مرحبا بكم في سفرة كريم اللي تطلع عليكم يوميا وعلى المباشر وعلى قناتكم النهار تي في. سفرة كريم اليوم جبتكم دروسات وصفتين، رايحين نخدموا باللابان ولا بالارنب، رايحين نديروا امبلونكات دو لابان، وفي الوصفة الثانية رايحين نديروا طاجين حلو ولا لحم الحلو. راح نستعملوا هنايا الفواكه زاد، يعني واحد الطريقة اللي ما كان لها نشمخوا بهم اللي فخوي ساك ديالنا. نخليكم تكتشفوا الوصفة الأولى تاع نهار اليوم، شوفوا المقادير والمكونات تاع لا بلونكيت دو لابان. خليكم مع المقادير، نحتاجو الأرنب يكون صغير أن لابخو فوالا، 100 غرام تاع بصل، 3 فصوص ثوم، 100 غرام جزر، 100 غرام فطر زعترة، خردل لا موطارد، ونحتاجو لا كريم فريش، الملح وفلفل أسود، وأن بويون مرق باش نمرقو به ولا نستعملو الماء، يعني هنا ما يهمش، سي فاكولتاتيف. حاجة الأولى نشعلوا لا صوتوز، نخلوها تسخن، من بعد نبداو نديروا يعني المكونات حاجه بحاجه. فوالا هذه هي الوصفه الاولى. مشاهدينا عندكم رقم الهاتف اللي راهو يظهر على الشاشه، تقدروا تعيطونا فيه وتعطونا اقتراحاتكم ولا اسئله ديالكم، تحبوا تطرحوا اسئله تفضلوا، احنا رانا هنا في الخدمه ورانا هنا باش نجاوبوكم على الاسئله ديالكم ولا اي حاجه حبيتوها. ما عليكم غير تعيطونا على هذاك الرقم اللي راهو يظهر في الشاشه. دركا نديروا شويه زيت كما راكو تشوفوا، هنا درنا الزيت، وكما راكو تشوفوا هنا مشاهدينا هنا درت البصل، هاوليك البصل مع زروديه، انا مقطعه اون سيفلي، البصل مقطع اون ماتينيون كما راكو تشوفوا. هنا عندنا لي مورسو تاع لابان تاع الارنب كما راكو تشوفوا، نديروه مباشره، يعني كما راكو تشوفوا هاد لا غارنيتور اروماتيك مع لابان، نديروهم مع بعضهم هاك كيما هكا، ونخلوهم يتقلاو مع بعض، وإذا كاينه مكالمه ناخذوها. مساء الخير. مساء الخير. صحة رمضانكم. شكرا. يسلمك، صحة رمضانك. الله يسلمك. مليح. الحمد لله يا ربي، الحمد لله، وأنتوما؟ والله الحمد لله، صحتك بخير، والله لا بأس. الحمد لله، شكون معايا الأخت منين راكي تعيطي؟ سامية من الصحاولة. مرحبا بنا الصحاولة، تفضلي الأخت. يسلمك. لا غوسيت هذيك اللي نديتها اللول البارح تاع لا سوب دو بواسون، وبارح درت مع لا سوب تاع كروفات البارح. كروفات حبيت الا نقدر ندير الحوت هذاك نديرو في بلاصه، ماشي نديرو بالزروديه. بيان سور تقدري. لا لا سي فاكولتاتيف اختي، حنا شوفي لي الوصفات اللي نعطيهم لكم تقدروا تبدلوا اي حاجه بحاجه واحده اخرى اللي راكم حابينها، هكا حتى مشكل. يعني برك الاسماوات اللي تبدلوا، واللي تقولي بيسك دو كروفيت ولا سوب دو كروفيت تقولي بيسك سوب دو بواسون، هذا ما كان. يعطيك الصحه. الله يسلمك وصحه فطوركم. كثر خيرك. لا يعيشك. صحه وصحه رمضانكم وصحه فطوركم. مع السلامه الاخت. مع السلامه. شكرا. كما راكم تشوفوا مشاهدينا هنا لابان راهو يتقلى مع زروديه، نخلوه يتقلى كما راهو هكذا، نخلو كيما راكم تشوفوا هكذا، نخلو هذاك لابان ياخذ النكهه تاع الزروديه والبصل والثوم يعني والزعتره والرند اللي راهم مع بعضهم هكذا كيما راكم تشوفوا. نقدروا نديروا لا سيزونمون، الملح، وهنا مشاهدينا انا راح نستعمل فلفل ابيض، مانيش راح نستعمل فلفل اسود، يعني كيما راكم تشوفوا هكذا، ونخلوه نخلو الخضره ولا لا غارنيتور اروماتيك هذه تتقلى مع اللابان مع الارنب ولا متي لابو هكذا كيما راكم تشوفوا. نقدروا نزيدوا معاها مام لي شامبينيون،
هكذا وإذا كان مكالمة ناخدوها. مشاهدينا تلقاو الرقم الهاتف اللي راه يظهر على الشاشة تقدروا تعيطوا لنا فيه وحنا رانا هنا في يعني نجاوبكم على أي حاجة حبيتوها. هكذا مساء الخير. الو وي السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. صح رمضانكم. الله يسلمك خويا. الله يسلمك. شكون معايا الاخ؟ معك عبد الوهاب من مدينه دالما. مرحبا بناس دالما خويا. يا خويا ولا فرحتنا اليوم درت لنا حاجه نشوف المرنب حاجه على كيف ان شاء الله. نبدلو شويه نبدلو هكا شويه ياك معليش ياك. نبدلو اخويا كتونا بالدجاج والله كتونا اخويا كتونا بالدجاج يا ناس والله كتونا بالدجاج. معليش خويا درك دوك على حساب الامكانيات تاع كل واحد وان شاء الله ربي يقدر كل واحد باش ياكل واش يقدر. حنا نحاولوا نمدوا هكا. يعطيك الصحه رانا نتبعوا فيكم. الله يسلمك. ان شاء الله العادي تقدرنا ان شاء الله نديروها ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا اخي مع السلامه وصحه فطورك. كما راكم تشوفوا مشاهدينا هنا اللحم يعني او قلى ما من الخضرات قلات مام هنا مشاهدينا كي نقليو لا غارنيتور اروماتيك زروديا مع البصل والشامبينيون راح تكون النكهه تاعهم يعني تكون قاويه وتكون مليحه احسن اللي نديروهم يعني مباشره في لوليتي. كما راكم تشوفوا هنايا هكذا ونخلوهم يتقلاو يعني كما يلزم الحال. مشاهدينا هذه الوصفه الاولى. نقدروا نبداو مع الوصفه الثانيه. نقدروا نديروا دركا نونشينيو مع الوصفه الثانيه يعني باش لو طون لي اللحم يعني لو لابان يتقلى. نخليكم تكتشفوا المقادير والمكونات تاع الوصفه الثانيه. راح نديروا اون سالاد دو فروي سيك ولا طاجين كل واحد كيفاش يحب يسمى. نحتاجوا هنايا 40 غرام تاع عينه، 40 غرام تاع مشماش، 40 غرام تاع الزبيب، و 100 غرام تاع السكر، 20 سنتيلتر حوالي كاس تاع جو دورونج عصير تاع البرتقال، و 10 سنتيلتر تاع مزهر مع 20 غرام تاع خليط تاع مكعبات الفواكه الزاد. كل هنا المكونات اللي راكم تشوفوا فيهم راح نستعملوا لي برودوي تاع الزاد كيما راكم تشوفوهم. هنا نبداو كيما قلت لكم نبداو في طريقه التحضير. نديروا الحاجه الاولى نديروا المزهر نديروا المزهر ونديروا جو دورانج يعني عصير البرتقال ونديروا السكر كما راكم تشوفوا هكذا. هنا للنكهه واش نسحقوا القرفه ونقدروا نديروا مام إطوال دانيس ولا لاباديان كل واحد كيفاش يسميها ونخلوها هكذا. نخلو هاد لو سيرو هذا يبدا كما يقولوا يغلي شويه يبدا يتغلى شويه ومن بعد نديروا له لي خويساك لي قلنا عليهم تاع شركه الزاد. كما راكم تشوفوا النكهه هنا راهي تخرج او يتقلى كما لازم الحال. هنا واش راح يصرى مشاهدينا يعني حين يكونوا دي سوك لي سوك كامل تاع تاع لابان يعني تاع اللحم وتاع الخضره كامله راح يتخلطوا مع بعضهم. ومن بعد حنا مباشره واش نديروا نقدروا نديكلاسيو افيك ان بويون مارق ولا الماء كيما تحبوا عندكم يعني لو شوا كيما تحبوا. هكذا انا بشويه ماء ما نكثروش الماء بزاف ما نكثروش الماء بزاف جوست واش لازم ونخليه هنايا هكذا ونخليه يعني يبدا يتغلى. من بعد نزيد له لا موطارد. مشاهدينا هذه هي يعني طريقه التحضير تاع اون بلونكات ديماريوها يعني بهذا لا فاسون يعني طريقه التحضير ديالها. تبدا هكذا تسيزيو كامل اللحم تقليوه مع البصل مع لا غارنيتور اروماتيك باش ياخذ نكهه واحده ومن بعد نمرقوا سوا بمرق
مرق دجاج او مرق اي مرق تحبوا ديروه، اي مرق يعني اللي راكم حابين النكهه تاعو تكون فيه. ومن بعد نزيدوا لا موطارد هنا باش تولي عندنا ان ليكيد موطارد، يكون هذاك المرق يكون فيه لوغو تاع لا موطارد. وفي الاخير واش نديروا اوتوماتيكمون نزيدوا لا كريم ليكيد لا كريم فريش في الاخير ونقدموها باش تولي اون صوص تكون عاقده وتكون اونكتيوز اي كريموز كما راكم تشوفوا. هذا هو، هذه هي لا بلونكيت اللي راهي طيب. حنا دركا نعاودوا نفيريفيو. نفيريفيو لو سيرو تاع اللي رانا نوجدوه سالاد دو فروي سك ولا الطاجين اللي قلنا عليه تاع لحين نستعملوا فيه فواكه الزاد كالعاده كما راكم تشوفوا. هنا دركا نقدروا نزيدوا لا موطارد بهذه الطريقه، وهنا لا موطارد مشاهدينا تزيد تمد نكهه مليحه في هاد لاصوص ولا في هاد لا بريباراسيون لا في هاد الطبق تاع اللابان. إذا كاين مكالمة ناخدوها. مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء الخير. صحة رمضانكم. يسلمك صحة رمضانكم. الله يسلمك. وش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. وش راكم أنتم؟ الحمد لله يا ربي الحمد لله كما يحب ربي. رانا معاكم رانا نطيبوا معاكم هكا باش نقسموا هاد هاد الحجر الصحي هاد الكونفينمون هذا مع بعضنا باش ما تكرهوش. ها الحمد لله يا ربي. حبيت نسقسيك. تفضلي تفضلي. كي نخدم قلب اللوز يجيني يابس. ما سمعتكش الاخت. كي نخدم قلب اللوز يجيني يابس. حبيت تعطيني كيفيه نتاع قلب اللوز. قلب اللوز وش بيه قلب اللوز؟ او يجيك يجيني يابس. يجيني يابس. او يجيك يابس قلب اللوز. اي شمخيه اكثر شمخيه اكثر زيدي شمخيه اكثر يعني شمخيه اكثر وزيدي له شويه سكر وزيدي شمخيه اكثر وعاونيه واذا شتيه فريمون راه يجيك في الوصفه تاعك راه يجي يابس. عاونيه بشويه البن زيدي له كاس البن مع الليكيد هذاك مع الماء هذاك مع الماء زهر والسكر. عاونيه بشويه البن كاس البن مع كي ديري الماء تشمخيه بالماء زهر ياك بالماء زهر والماء. هايلي ايه بالماء زهر والماء وزيدي معاه كاس البن. زيدي معاه كاس البن وخليه اعطي له وقت وخليه يرتاح. وزيدي له الزبده يعني زيدي له الزبده هذيك دوبيها وكي تبدا تفتحي به يعني بيديك تبدا تفتحي به خليه يرتاح من بعد يعني ما تطيبيهش مباشره خليه يرتاح. وان شاء الله يجي وان شاء الله يولي طري ان شاء الله بربي. الله يعطيك الصحه ان شاء الله وصحه فطورك. الله يسلمك مع السلامه الاخت وصحه فطوركم كامل. مع السلامه. مع السلامه. كيما راكم تشوفوا مشاهدينا هاليك هنا أوليك الطبق يعني البلا ولا لاروسات اللي رانا نديرو فيها تاع لابان يعني بدات الريحه تخرج كما يلزم. درك ما علينا غير نزيدو نقلبو لي مورسو مهم الريحه تاع لا موطارد راهي يعني تخرج مليح. فوالا هذه هي. ودركا نحركو على لو سيرو تاع اللي خدمناه جو دورونج والمزهر والسكر وزدنا له قلنا القرفه تاع العود وتانيك لي طوال دانيس ولا لاباديان ولا نجمه الارض. فوالا كيما راكم تشوفوا. واذا كاينه مكالمه ناخذوها. مساء الخير. مساء الخير خويا. صحة رمضان لكم. الله يسلمك صحة رمضان كيفاش؟ واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. شكون الأخت منين راكي تعيطي لنا؟ فتيحة من الصغاني. مرحبا. تفضلي الأخت راني في الاستماع راني أي حاجة حبيتيها ولا تفضلي. الله يعطيك الصحة خويا ونتبعك من هالي كنت في سميرة. الله يسلمك. إن شاء الله راني معاكم هنا دركا وإن شاء الله نكون دائما في حسن ظنكم ونمد احسن وصفات اللي تحبوها انتم واللي يجوكم سهلين. يا شابي ما الله يبارك. الله يسلمك اختي عايشك شرف ليا.
مطلوب منك دير لنا المقروض تاع المعسل في يوم الاخر ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. يعطيك الصحه. مع السلامه وصحه فطوركم. مع السلامه. كما راكم تشوفوا مشاهدينا هذه هي يعني لي دو بريباراسيون ولا لي دو بريباراسيون تاع نهار اليوم. قلت لكم لو جو هذاك مادام راهو لو ليكيد هذاك راهو يغلي دركا ما علينا غير نبداو نزيدوا له لي فخويشاك. نبداو بالزبيب. هنا الحاجه المليحه في الفواكه الجافه تاع الزاد سيكو ما كان لها نشمخوهم يعني مباشره نديروهم لداخل هكذا ونزيدوا المشمش بهذه الطريقه ونخلوهم يزيدوا نخلوهم يعني يتغلى خطره واحده اخرى ان دوزيام فوا ومن بعد نزيدوا الفواكه الاخرين. العينه هي يعني هي اللي نحطوها دائما في الاخير كما راكم تشوفوا مشاهدينا. هكذا كما راكم تشوفوا راهو بدا يعني بدا يغلى يعني لو سيرو بدا يغلى بور لا دوزيام فوا. درك واش نديرو؟ نقدروا نزيدو كلكو بيبيت دو فخوي ولا مكعبات فواكه ناتورال. هذه يعني مكعبات سي دي بيبيت دو فخوي ناتورال يعني مخرجه من جو دو فخوي ناتورال يعني ريدكسيون دو جو دو فخوي ناتورال. نزيدو إذا كان مكالمة ناخذوها. عادو. صحة رمضانكم. عادو سلام صحة رمضانكم. واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله كل عام وأنتم بخير. الله يسلمك وأنتم تانيك أنتم تانيك. منين راكي تعيطينا الأخت؟ من أخت نصيرة من وهران. وهران مرحبا بناس وهران. مرحبا بك أختي تفضلي راني في الاستماع أي حاجة حبيتيها راني في الاستماع. بغيت نشكر الشاف على الطياب اللي راه يقدمه. الله يسلمك الشاف راهو باب الشاف راهو يقول لك الله يسلمك او يسمع فيك وراهو يقول لك الله يسلمك. ربي يجازيكم ربي يجازيكم ربي يفضلكم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بكم انتم ان شاء الله دائما تكونوا في المستوى اللي يرضيكم واللي يعجبكم ان شاء الله. الله يسلمك. بغيت دير لي البيتزا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شكرا للأخت. مع السلامة وصحة فطوركم. مشاهدينا عاودنا ولينا لكم باش نكملوا الوصفتين تاع نهار اليوم. نعاود نفكركم درنا بلونكات دو لابان يعني استعملنا هنايا طبق اللي اسمه بلونكات يعني خدمناه بالأرنب. وثانيك درنا سلاد دو فخوي ساك ولا طاجين حلو ولا كل واحد كيفاش يحب يسميها على الطريقة ديالنا اللي مرقت يعني اللي لو ليكيد هذاك ولا لو جو هذاك لو سيرو هذاك خدمناه بجو دورونج كيما راكم تشوفوا راهو واجد هنا. طفي عليه صاي خلوه في جهه. وهنا عندنا لا بلونكات انا زدت لها كيما راكم تشوفوا مشاهدينا زدت لا كريم ليكيد يعني زدت لا كريم فريش كيما راكم تشوفوا. وهنا من الاحسن في هذا الطبق مشاهدينا من الاحسن الخضره يعني لاكاروت ولا يعني سورتو لاكاروت من الاحسن تكون كروكونت يعني ما تكونش طايبه بزاف ما لازمش تكون مدباله تكون يعني تكون كروكونت شاده روها. انا بور ابريسي بيان لاكاروت يعني باش نستبنوا بزاف ونستبنوا مليح الزروديه هذيك. واذا كاينه مكالمه ناخذوها. مساء الخير. الو مساء الخير خويا. مساء النور صحة رمضانكم. الله يسلمك صحة خويا كريم. كي راكم لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله يا ربي. شكون معايا الأخ؟ عبد الوهاب. عبد الوهاب منين؟ شميني بجاية. مرحبا بك خويا. الله يسلمك. واش راكم مع رمضان واش راكم؟ والله لاباس. الحمد لله يا ربي الحمد لله. خويا تفضل اي حاجه حبيتها حنا رانا في الاستماع. والله برك شفتك على لاروسه تاع قلب اللوز برك ما سمعتهاش. لاروسه تاع قلب اللوز. شوف خويا روح عند روح لليوتيوب
دير سفرة كريم في النهار تي في، روح على قناة اليوتيوب تاع النهار تي في تلقى لا روسيت، يعني تلقى كامل الحصص اللي درناهم كامل يعاودوهم. ايوا صح، الله يعاونك اخويا. الله يسلمك خويا، مع السلامة وصحة فطورك. مشاهدينا الوصي يعني هاد الحصص اللي رانا نديروهم كامل راهم يعاودوهم يعني على اليوتيوب، على في قناة اليوتيوب تاع النهار تي في، ما عليكم غير تزوروا القناة وتعاودوا تلقاو كامل، تلقاو كامل الوصفات اللي درناهم ديجا من قبل. كما راكم تشوفوا هنا الطبق يعني لو سيرو هذاك، شوفوا واش ملا كولور ياخذ. حنا درك واش نديرو بور فير ان تيرابال باش نعاودو نرونفورسيو الذوق، نعاودو نزيدو له لي بيبيت من الفوق هكذا تاع الزاد، كالكو بيبيت دو فروي ناتورال كيما قلت لكم تاع الزاد هكذا، نعاودو نديرو ان تيرابال. كاينه مكالمه ناخذوها. مساء الخير. مساء النور. صح رمضانكم. الله يسلمك. واش راكم؟ لاباس الحمد لله، انتم لاباس عليكم، راكم ملاح الحمد لله يا ربي كما يحب ربي، رانا كما انتم رانا نطيبوا معاكم الحمد لله. الحمد لله يا ربي. حاب يعطي تعطيني الرسالة تاع الحريره، تاع الحريره ان شاء الله راهي في البروغرام، تاع الحريره راهي في البروغرام، راهي يعني هاد اليامات نديروها راهي في البروغرام. الله يبارك. الله يسلمك اختي ان شاء الله. صحه فطوركم. شكرا، مع السلامه الاخت. الله يسلمك. الله يسلمك، مع السلامه. كما راكم تشوفوا مشاهدينا هنا درك هذه هي، نطفيو عليها، زدنا شويه زبده علاش باش نمدو باش نعطو بليس دو بريونس لا بريباراسيون. واذا كاينه مكالمه ناخذوها. السلام عليكم. سلام. واش اختار شاف كريم؟ لاباس لاباس، وانتوما؟ وصحة رمضانكم. صحة الله يسلمك خويا. الله يسلمك، صحة رمضانكم كامل. شكون معايا الاخ؟ بالقاسم من بوفاريك. مرحبا بناس بوفاريك، ان شاء الله جاسبر ما راكوش تخرجوا بزاف برك. انا سكت برك، انا بريزوني. معليش ان شاء الله. لاباس راك مليح؟ لاباس الله يقدرك، لاباس يعطيك الصحة. حاب نسقسيك على لا سوب دو بواسون. نعم. نعم واش بها؟ حبيت اللي تعطيني اون ريسيت يعني البريباراسيون تاعها كيفاش؟ البريباراسيون تاعها عليك غير تروح لليوتيوب تلقاها، دير نهار تي في، القناة تاع اليوتيوب تاع نهار تي في، تلقاو كامل الحصص اللي درتهم تلقاوهم. بارك الله فيك اخ. الله يسلمك. وتلقاوهم الله يسلمك وعاودوهم ان شاء الله ان شاء الله ينجحوا لكم. مع السلامة. كيما راكم تشوفوا ودركا ندير ان بو دو ليكيد. وهذه الوصفه هذه مشاهدينا تقدروا مام ديروها ما عندكمش لابان، تقدروا ديروها بالدجاج ولا مام باللحم، يعني كما تحبوا على حساب الامكانيات تاع كل واحد. هكذا كاينه مكالمه ناخذوها. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. سلام، واش راكي الاخت؟ لاباس خويا، نحب نهضر مع الشاف برك. او معك الشاف او يسمع فيك الشاف اللي راه يهضر معك. مرحبا بك. الو السلام عليكم. السلام، صحه رمضانك. الله يسلمك، واش راك شاف؟ لاباس. لاباس الحمد لله، وانتوما؟ والله نحمد ربي، احنا ما نعيطوا لك من الشرق الجزائري، احنا من ولايه قالما. مرحبا بناس قالما، وهذا شيء يشرفنا ويشرف الحصه تاعنا. تعيش. الله يسلمك. تفضلي الاخت. راح نقول لك برك اسم كش ما تقدم هكا اسم اطباق من ولايه اسم من ولايات الشرق الجزائري هكا باش الناس يسمى يكونوا على علم هكا بالاطباق الشرقيه. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله مع اليامات الجايين ان شاء الله ان شاء الله نحاولوا نمدوا كل بلاصه، نمدوا طبق ان شاء الله يكون عندنا وقت اكثر برك، ونمدوا يعني نحاولوا كما يقولوا نعرفوا كامل بالاطباق تاع الجزائر، الاطباق التقليديه الجزائريه ان شاء الله، من الشرق من الغرب من الجنوب منطقه القبائل يعني من كل شيء ان شاء الله. الوقت برك ان شاء الله يكون عندنا وقت اكثر ونقدموا لكم اي حاجه تحبوها ان شاء الله. شكرا الاخت، مع السلامه، صحه فطوركم. هاوليك
الطبق مشاهدينا اللي قلنا عليه تاع لابلونكات، لابلونكات دو لابا. قلت لكم تقدروا تبدلوا هاد اللحم تاع الارنب، تقدروا ديروه بالدجاج، تقدروا ديروه باللحم يعني باللحم يعني دوبوف يعني تاع البقر ولا الغنم ولا مام تاع الحوت كيما تحبوا على حساب الامكانيات تاع كل واحد. وتانيك سلطه يعني طاجين الحلو ولا لا سلطه دو فرويساك لا توش تاعها سي لي فروي يعني لي بيبي دو فروي تاع الزاد هما لي يمدوا بليس دو تيكستور بليس دو ليزون وتانيك بليس دو فريشور يعني رجعت هاد لا سلطه تكون يعني عطات لها حيويه اكثر. مشاهدينا هادو هما الوصفتين تاعنا اليوم. الحصه هذه بلا نو بارتنير ما تنجحش، ولهذا نشكر كامل لي بارتنير تاعنا سياتونا مارينارا حليب داديلي الزاد وامير اكلين. وانتم مشاهدينا نعطي لكم موعد غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت ونفس القناة على النهار تيفي. سلام. هذا البرنامج برعاية أمير كلين. أمير كلين متعة ونقاء. هذا البرنامج برعاية مارينارا. مارينارا ذوق وحكاية.